لم يترك حادث طفولته عائقا أمامه، بل جعله إلهاما له ليخترع لغة جديدة كليا. لابد أنكم قد عرفتم بأنني أتحدث عن لويس بريل. هذا الأخير يشتهر باختراعه نظاما للقراءة والكتابة يستخدمه المكفوفون حول العالم حتى يومنا هذا. ولقد تعرض لويس بريل لحادث مروع في صغره عندما كان يلعب في ورشة لوالده. هذا الأمر أدى لإصابته إصابة بالغة في إحدى عينيه، ثم ما لبثت أن انتقلت إلى عينه الأخرى ليفقد بذلك هذا الطفل بصره بشكل كامل. كان ذلك في أوائل القرن التاسع عشر في فرنسا، ولقد تمكن لويس بريل وهو في الخامسة عشر من عمره من ابتكار لغة بريل لينير بذلك عتمة آلاف المكفوفين حول العالم.